الآن نحن نشاهد على الشاشة هذه المشاهد إذن من حرق المستوطنين الإسرائيليين لمنازل ومركبات سكان حوارة بالضفة الغربية. مشهد ليس بجديد، كان يعني قبيل أشهر قام المستوطنون بممارسات مماثلة حين اقتحم في وقتها 400 مستوطن حوارة وقاموا بالاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وعلى مركباتهم. إذن هذه الصور نشاهدها الآن على الشاشة والتي تؤشر إلى إقدام المستوطنين الإسرائيليين على حرق منازل ومركبات سكان حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية. لعلنا أيضا نشير في وقتها إلى أن القيادات الأمنية العسكرية في إسرائيل كانت قد أشارت ووصفت تماما إقدام المستوطنين على هذه الأعمال بأنها ترتقي إلى أعمال إرهاب قومي، بحسب ما ذكرت وقتها القيادات العسكرية الأمنية الإسرائيلية في حينه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.